السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوان والأخوات الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة من أخبار إيطاليا. الحلقة ديال اليوم الأحد 26 في شهر 7. الإخوان، الوقت غادي كيجري بزاف، وربما في السنوات الماضية هاد الوقيتة راه كنا كاين اللي في المغرب وكاين اللي ديجا كيوجد في الباليزة ديالو باش في الأوائل ديال شهر 8 يمشي للمغرب، ولكن هاد العام قدر الله ما شاء فعل، ما عندنا ما نديرو، كاينة حالة وبائية صعيبة، الواحد إلا قدر يجلس هنايا أحسن ليه. كان باغي يمشي للمغرب ياخذ الاحتياطات ديالو ويعرف بلا راه الوقت صعيبه. اليوم كذلك يا اخوان في الاخبار اللي غنهضروا عليها هو الاتحاد الاوروبي يطرد ازيد من 10000 مغربي في 2019، وهذه الاحصائيات يلاه خرجوا هذا الاسبوع. كذلك غندويو على الكارابينيري ديال بياشينسا، اش هذا الشيء اخوان؟ داك الشيء بحال الافلام سينمائيه، يعني اليوم غنعاود لكم واحد جوج لقطات حيت بطبيعه الحال غنسميهم لقطات حيت هذا الشيء بحال الافلام، وانا كنقرا في داك الشيء ما صدقتش. غندير لكم واحد التوضيح اللي هو مهم جدا على الباطو ديال 27. كذلك غنهضروا على الغرامات الماليه ديال 400 اورو اللي البوليس ديال كويستورا البارح ديال ميلانو عطاو ل 11 شخص، علاش؟ حيت ما كانوش دايرين الكمامه. اول حاجه غنبدا بها هو التوضيح يا اخوان، التوضيح مهم جدا. البارح انا كنت قلت لكم وتكلمت لكم على الميناء ديال جينوفا، يعني انا البارح المصدر اللي كان عندي ديال القنصليه ديال طورينو كان في الميناء ديك الساعه فاش تكلمت معاه عبر الهاتف، وشرح لي الواقع وقال لي بلي الرحله ديال نهار 27 راه تم الغاؤها. كنتكلموا يا اخوان على الرحله من جينوفا لطنجه، للاسف كاين شي اخوان عندهم الرحله حتى هي 27 في شهر 7 ولكن من طنجه الى ايطاليا. الاخوان هذيك ما عليهاش الهضره، هذيك كاينه ان شاء الله. الناس اللي عندهم الباطو غدا من المغرب لايطاليا، هذيك راها كاينه، هذيك الرحله من المغرب لايطاليا، هذيك الرحله كاينه، وكنعاود نسطر عليها، هذيك الرحله كاينه. انا الرحله اللي تلغات راها من الميناء ديال جينوفا، كانت واحد الرحله غتكون غدا من الميناء ديال جينوفا، هذيك تلغات يا اخوان ما كايناش. انا داوي غير على هذيك، وبطبيعه الحال رجعوا للفيديو راه واضح، وكنت قلت لكم بلا الناس اللي عندها الباسبور وافي تقدر تمشي للميناء، وراه كاين الناس ديال القنصليه غيعطيكم لي سي باسي باش تدوزوا الحدود. كذلك قلت لكم الناس اللي باغا دير ديك الوكاله باش الزوجه ديالك ولا الزوج ديالك ولا الابن ديالك ولا الابنه ديالك يسوقوا معاك السياره، حيت بطبيعه الحال يا اخوان عارفين كاين واحد الرخصه كتخاد، هذيك الرخصه هي تقدروا ديروها في الميناء ديال جينوفا. بطبيعه الحال انا الكلام ديالي كله كان على جينوفا، وبطبيعه الحال كنشكر حتى الاخ دريس ديال غراندي نافي فيلوشي اللي البارح اكد لي الرحله ديال 27 من ايطاليا راه ملغيه، في حين الرحله ديال 27 من المغرب راها كاينه. كنعاود نسطر عليها، واخوان الناس اللي البارح ما فهموش مزيان وكان واحد سوء الفهم وتخلعوا، سمحوا لي راكم خوتي وما كانش عندي كاع النيه ديال انني نخلع شي واحد فيكم. فيما يخص الخبر ديال ترحيل المغاربه يا اخوان، 10000 مغربي اللي تم الترحيل ديالهم من جميع الاتحاد الاوروبي، كنتكلموا على ايطاليا فرنسا بلجيكا والدول ديال الاتحاد الاوروبي، رحلوا 10000 مغربي. كنتكلموا يا اخوان هذا الشيء وقع في 2019 واللي خرج الخبر. بطبيعه الحال هنا غتشوفوا معايا في العنوان كاتبين وحوالي 25000 في الانتظار. اخوان هذا العنوان راه غلط، بطبيعه الحال السيد اللي كتب هذا المقال دار استنتاجات، ولكن استنتاجات خاطئه وغنشرح لكم علاش. كيف ما غتشوفوا معايا هذا الموقع ديال لايروستات يا اخوان، لايروستات بحال ليستات اللي كاين هنا في ايطاليا، واحد المؤسسه ديال الاحصائيات. لذلك يا اخوان كنتكلموا على 717000 شخص اللي تم رفض دخولهم للاتحاد الاوروبي، كنتكلموا كذلك على 627000 مهاجر سري في الاتحاد الاوروبي، يعني داروا لهم كونترول لقوهم، وكنتكلموا على 491200 شخص اللي عطاوهم الفوليو ديال الفيزا، قالوا لهم خاصكم تخرجوا من الاتحاد الاوروبي، في حين الناس اللي تم ترحيلهم من الاتحاد الاوروبي في 2019 راه العدد ديالهم بالغ 142300 شخص. في هاد 142300 شخص غير 10200 هما اللي مغاربه كما كتشوفوا معايا. فيما يخص الارقام الاخرى اللي كتتعلق بالمغاربه يا اخوان، كما كتشوفوا معايا هنايا المغاربه هما اكثر جنسيه اللي تم الرفض ديالهم الدخول للاتحاد الاوروبي، يعني ما خلاهمش يدخلوا في الديوانه. كنتكلموا يا اخوان على تقريبا نص مليون مغربي اللي حاولوا يدخلوا وتحبسوا في الحدود ديال الاتحاد الاوروبي، ما خلاهمش يدخلوا. فيما يخص اخوان عدد المغاربه المهاجرين اللي غير شرعيين هنا في الاتحاد الاوروبي، داروا كونترول يعني وتمكنوا يعرفوا بلي راهم غير شرعيين، راه كنتكلموا على 41500 مغربي. هذا الشيء اخوان ارقام تخص جميع الدول ديال الاتحاد الاوروبي. فيما يخص اخوان المغاربه اللي عطاوهم الفوليو ديال الفيا باش يخرجوا من الاتحاد الاوروبي، راه كنتكلموا على 34800 شخص. علاش قلت لكم هذاك العنوان خاطئ؟ حيت هذاك العنوان يا اخوان خاطئ، علاش؟ حيت شدوا الناس اللي الاتحاد الاوروبي خرجهم، يعني صيفطهم للمغرب،
ونقصهم من هذا العدد ديال الناس اللي دعاتهم الفوليو ديال الفيو، وقال لك راه 24000 واحد كيتسناو نوبتهم باش يجريو عليهم. لا يا اخوان، هذوك عاطينهم غير الفوليو ديال الفيا، ماشي لابد ما غيخرجوهم ولا يديروا لهم طياره ويصيفطوا بهذه الارقام. يا اخوان راه كتشوفوا بالله، يعني الشباب المغربي يا اخوان راه كيهرب من المغرب، والاسباب راكم عارفينهم متعدده: قله العمل، كثره الفساد الاجتماعي، كثره باك صاحبي، لا عندك شي واحد في شي بلاصه يقدر يدخلك تخدم، غادي تخدم ما عندك حتى شي واحد ولد فقير، وما عندك حتى شي واحد في شركة ولا شي حاجة، حتى شي واحد ما غيتسوق لك. وهذا الشيء بطبيعة الحال كيدفع الشباب المغاربة يريسكي بحياتهم ويقطعوا البحار ويقطعوا الحدود ويجوا من تركيا ويدوزوا على اليونان. ومني كتصنت الشباب المغاربي كيعاودوا على الهجرة ديالهم والرحلة اللي داروا من تركيا باش يوصلوا لإيطاليا، وحق الله العظيم الى الحمد ديالك كيبورج. يعني هذاك الشيء صعيب يا اخوان، الله يدير شي توليات الخير والله يشوف من الحال شباب المغاربة. فيما يخص اخوان الكارابينيير ديال بياشينس، هذاك الشيء اللي قريت في هذا المقال ديال الكوريير ديال السيرة لا يصدق، فعلا لا يصدق. كيف ما كتشوفوا معايا هاد التصويره يا اخوان، راه كانت الفيستا وكانوا يعني كيحتفلوا بباسكوا الوقت اللي كانوا الايطاليين كلهم يا اخوان سادين عندهم في شهر 4، وكاين الحجر الصحي وكل شيء، هما مديرين فيستا ومديرين الاحتفال، واخا ماشي من نفس العائله وداك الشيء، هما ماشي من حقهم انهم يجتمعوا، كانوا مجتمعين وداروا حفله كبيره. بطبيعه الحال واحد الجاره ديال هذا السيد اللي هو عارفه كارابينيير عيطات البوليس، قالت لهم راه كاين واحد الجار ديالي اللي داير الحفله ومنوط الصداع بزاف، بلغت عليه. بطبيعه الحال السيد اللي في التليفون في الشنترالينو ديال تشانتو دوديشي ديال الرقم ديال البوليس، من عيطات ليه وعطاتو هذه المعلومه قال نقدر نعرف شكون اللي كيدوي معايا السميه والكنيه. قالت ليه لا انا بغيت نبقى انونيم، ما بغيتش ندير الاسم ديالك. وقالت ليه ربما كتسول على الاسم ديالي حيت هذا اللي بلغت عليه صاحبكم. بطبيعه الحال يا اخوان السيد ديال تشانتو دوديش كيصيفط واحد الطوموبيل ديال البوليس كتمشي باش تشوف هذاك العنوان. من بعد السيد اللي كان في التشنترالينو كيعيق بلا العنوان راه ديال السيد اللي رئيس ديك العصابه. يا اخوان نسميوها عصابه، نسميو الاشياء بالمسميات ديالها. كيعيط لك يقول لي اسمح لي راه ما كيسحبش ليا الدار ديالك، انا راه عيط للفولانتي اللي صيفطتها. قلت لهم ما تحتاجوش تمشيو تمايا، يعني الا كنتو تقدروا ديروا بناقص بلاش، وراني ما كتبت حتى شي حاجه في حتى شي بلاصه، وما قلت لحتى شي واحد شي حاجه. هادشي راه تقال في التليفون يا اخوان، وما عادش بانهم راهم كيتسجلوا. قال لي انا ما قلت لحتى شي واحد شي حاجه، يعني ما بقاش الدليل. من بعد يا اخوان كيقول ليه واش هاد السيد قالك سميو الكنيه؟ قال ليه لا. قال ليه واش نقدر نسمع الصوت باش نعرف واش الجاره ديالي ولا لا؟ قال لي بطبيعه الحال غادي نخليك تسمع الصوت، ولكن ماشي هنايا، بغا نوريها لك بطريقه غير شرعيه. يعني غيمشي عنده للمقر ديال الشرطه وغادي يسمعوا هذاك الاوديو. هادشي يا اخوان راه خارج القانون. راه تخيل معايا السيده كتبلغ وكتفرش وكيتسمع الصوت ديالها، هادشي خطر يا اخوان. حاجه اخرى واللي خاصكم تعرفوا يا اخوان، وهادشي راه لا يصدق، وانا كنت باغي ندير صراحه فيديو على هادشي، ولكن كما غتشوفوا معايا مونتيلا هو هذاك السيد اللي كنقولوا حنا رئيس العصابه يا اخوان. مني عاق يا اخوان بلا دار ليه الميكرو سبي كيتجسسوا عليه بالطوموبيل ديالو، قال لك ولا بيض بحال الميت. والمشكل ما فهمش اش واقع اصلا، واخا لقى دوك الميكرو سبي ما عاقش بكل شيء. غنشرح لكم اش وقع. الوقيته اللي دا الطوموبيل ديالو هو الميكانيك واحد الاودي، هاد الاودي يا اخوان الطريقه باش شراها باش شراها جديده ب10 المليون، طوموبيل ساوية 55 مليون يا اخوان. مشاو هرسوا لكل شيء كما كتشوفوا معاه، ليو سباكاتو توتو اي سي سونو بيشاتي سوتو. قال لي يعني قال لي هرست ليهم كل شيء وبالخلعه داروها تحتهم. هادشي اللي قال في التليفون، وسمحوا لي على هاد الترجمه يا اخوان، ولكن كنحاول نقربكم من هذاك الشيء اللي تقال. هاد الطوموبيل يا اخوان كانت تساوي 55 مليون، مشات داها ب 10 المليون ولا 11 مليون، حاجه اللي ما تدخلش للعقل. المهم من داها الميكانيك، الميكانيك سمع واحد الصوت جاي من الفرفاره ديال البرد كيسحب الفلتر خاسر. مني فتحوا كلشي لقى داك الميكروسبيه باش كيتزش عليه، داها لعاد البوليسي، مشى عندو للمقر ديال الشرطه وقال ليه شوف اش لقيت. قال لك ولا ابيض بحال الميت وما بقاش كيريسبيري مزيان. والحاجه اللي ما فهمش هو كيسحاب بالله هذاك الشيء دايرينو باش يعرفوا واحد العائله مش معروفه بالاجرام في ميلانو، كيسحبوا كيتجسسوا على قبل ديك القضيه. ما عرفش بالله راه الفينانسيا واصله ليه وعارف هذاك الشيء اللي كيدير، باقي ما عاقش بالله. راه الفينانس كيديروا البحث عليه هو. هادشي يا اخوان راه دام 3 سنين، والحاجه الخايبه بزاف ملي كان لوك داون وعرفوا ريوس وما غيبقاش السلعه توصل ليهم وما يقدروش يوصلوا ليها، كلفوا واحد الشخص وداروا ليه بيرميسو سبيشالي باش يمشي حتى لميلانو يجيب ليهم السلعه ويرجع. يعني عطاو هما كتبوا ليه بيرميسو باش يجيب ليهم السلعه. يعني اخوان داكشي بحال شي فيلم سينمائي، ما كيتصدقش بتاتا، ما كيتصدقش صراحه. فيما يخص اخوان الغرامات ديال 400 اورو على الكمامه، ما كتشوفوا معايا هنايا ما كانش عندهم الماسكيرينا في الميتروبوليتانا، يعني فما كنت في شي بلاصه مسدوده، في سوبر مارشي، في سبيطار، دخلتي شي بلاصه مسدوده ريستورا بار خاصك دير الكمامه. راه مؤخرا ولاو اخوان كيدوروا بزاف وكيديروا الموطات. البارح في الليل
الكويسوره ديال ميلانو دايره 11 مولطه ديال 400 اورو. 400 اورو بطبيعه الحال كما كتشوفوا معايا هنا في المقال كتولي 280 اورو خلصتها في الخمس ايام الاولى. علاش كيحيدوا 30% بحال كاع المولطات؟ يعني هذا الخبر يا اخوان راه ماشي مهم بزاف، ولكن قلت لكم لعل وعسى لقدرتوا انكم ديروا الماسكينينا قدر المستطاع، ماشي غير على المولطات يا اخوان، حتى حميو ريوسنا هادشي راه والله تبقى ما سالاش يا اخوان، راه باقي كيخلع صراحه. وكيف ما كتشوفوا معايا يا اخوان تيست اكي اريفا ان بولمان دا بايزي ريسكو، يعني غيوليو يديروا التحليله ديال الطامبوني للناس اللي غتجي من بلدان اللي فيها مشاكل، بحال من بحال البلدان اللي قلت لكم انا يا رومانيا وبلغاريا، كاين دول اخرى بحال صربيا وداك الشيء راه مسدود مع الحدود، يعني ما يمكنش الناس يجيو منها. علاش غيديروا هاد لورديناس حيت مازال غيلا غدار غيديروها يا اخوان؟ حيت في هاد البيريودو كيجيو بزاف ديال الكولف وبادانتي من بلغاريا ومن رومانيا باش يجيو يخدموا في هاد الفتره في روما وفي لاتسيو عموما. لهذا يا اخوان جهه لاتسيو حاولت انها دير هاد التحاليل باش الناس اللي غتجي ما دير لها الكونترول تعرف راه ما مريضاش باش ما يديعش الفيروس، حيت هما عندهم الناس مرض وما يعيقنش بهم. لذلك الله يدير الشتا ولاد الخير، حاليا ما كاين حتى شي خبر على الحدود، وصراحه الارقام اللي في المغرب راه كتخلع بزاف، وما نتمنوش يكون شي قرار من الاتحاد الاوروبي. علاش؟ حيت حتى الوزاره في المغرب ديال الصحه راه كتقول الارقام غادا تطلع في الايام القليله القادمه، وبالله الحجر الصحي ربما قريبا يقدر يرجع الى تزادوا الارقام في المغرب، ما نتمنوش يا اخوان، والله يبعد علينا هذا الوباء يا رب. فيما يخص يا اخوان الحاله الوبائيه في المغرب للاسف اليوم كنسجلوا رقم عالي بزاف ورقم قياسي في اخر شهرين، كنتكلموا على ربما اخر شهرين وثلاث شهور ما سجلناش عدد الوفيات طالع بحال ما هكا. الله يحد الباس يا اخوان، هادشي اللي الواحد يقول صراحه. اليوم كنسجلوا 633 حاله اصابه في اخر 24 ساعه، والعدد الاجمالي راه كيفوق 20278 حاله اصابه منذ بدايه الوباء في المغرب. العدد الاجمالي ديال الناس اللي تم استبعادهم اليوم راهم 20327 حاله، يعني كنتكلموا على اكثر من 20000، راه رقم ممتاز. يعني العدد ديال التحاليل اللي كيديروا الناس راه كثار يا اخوان. بعد من هذه الناحيه الواحد كيقول بالله راه المغرب داير جهده من جهه التصدي للوباء، كيبقى المغرب راه فيه دوله وفيه مغاربه شعب، وكيف ما كتشوفوا يا اخوان في الفيديوهات في لي لايف اللي كيديروا المواقع الاخباريه في المغرب، راه بنادم ما كيحترمش الوقايه، ما كيديرش الكمامه، بنادم ما مسوقش يا اخوان، الله يدير شي تولد الخير صراحه. فيما يخص الناس اللي تشافوا راه كنتكلموا على 156 حاله شفاء في اخر 24 ساعه، والعدد الاجمالي راه كيوصل 16438 شخص، وللاسف رقم قياسي في 3 اشهر الاخيره ربما، يعني من المتوسط ديال شهر 4 ما سجلناش حالات بحال ما هكايا. اليوم كنتكلموا على 8 الحالات ديال الوفيات في اخر 24 ساعه، والعدد الاجمالي كيفوق 313 حاله وفاه، الله يرحمهم والله يوسع عليهم. كذلك العدد ديال الحالات اللي حامله للفيروس في المغرب واللي كتاخذ العلاج ديالها حاليا راه 3527، يعني غير 3 ايام هذه يا اخوان كان 2000، اليوم 3527، يعني الله يدير الشتا وديال الخير. فيما يخص يا اخوان توزيع الحالات حسب الجهات حاليا راه باقي ما وجدش. فيما يخص يا اخوان الارقام ديال الحاله الوبائيه في ايطاليا، ايطاليا كما كتشوفوا معايا الارقام يعني مستقره بحال البارح يا اخوان، راه تقريبا اوغوالي. كنتكلموا على 254 حاله في اخر 24 ساعه، والعدد الاجمالي كما كتشوفوا معايا راه 246000. فيما يخص الارقام ديال الناس اللي تشافوا البارح، تشافوا لينا 128، اليوم 126، وكنتكلموا على عدد الناس اللي تشافوا راه كيوصل 198446. فيما يخص الناس اللي توفوا البارح والبارح كانوا 5، يعني هذه 3 ايام وحنا كنسجلوا 5 5 5، لذلك العدد الاجمالي كيرتفع ل 35107، ولليوم الثالث على التوالي العدد ديال الناس اللي مصابين حاليا في ايطاليا راه كيتزاد، اليوم كيتزاد 123 شخص، والعدد الاجمالي راه كيوصل ل 12565، يعني هاد الناس هما اللي حاليا باقا حاملين الفيروس. العدد ديال التحاليل اللي دار في ايطاليا 40000 مقارنه بالامس اللي كانوا 51000. وكيف ما كتلاحظوا يعني كل سبت واحد وسيرتو نهار اثنين كيكونوا ناقصين، يعني غدا ربما غيكونوا ناقصين بزاف. كذلك يا اخوان غنمشيو نشوفوا الجهات ديال ايطاليا، كما كتشوفوا معايا اللومبارديا 74 حاله، واللومبارديا اليوم الثالث على التوالي يا اخوان ما كتسجل فيها حتى حاله وفاه الحمد لله والشكر لله. عندنا ليميليا رومانيا 61، الفانيتو 19، البيمونت 12، ليماركي 7، ليغوريا 3، كامبانيا 11، توسكانا 15، سيسيليا 14، لاتسيو 19، فريولا فينيتسيا جوليو 2 الحالات، لابروتسو حاله واحده، بوليا 3 الحالات، لومبريا ما فيها حتى شي حاله، بولتسانو 5 الحالات، كالابريا، سردينيا، فاليدا اوستا ما فيهم حتى شي حاله، ترينتو 6 الحالات، موليزي 3 الحالات، وبازيليكاتا ما فيها حتى شي حاله. تهلاو ليا فريوسكم والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.